انضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس الهيئه السوريه للانقاذ الدكتور اسامه الملوحي. اهلا بكم دكتور اسامه الى استوديو الرافدين. يعني في اخر حصيله لقصف طائرات النظام وروسيا قتل 63 مدني في حموري بالغوطه، برايك كلبه النظام وروسيا في مامن من عقاب المجتمع الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك نفاق ظاهر، يعني بعد القرار الاخير لمجلس الامن حين حوصرت إلى حد ما روسيا واضطرت أن توافق على القرار، وبعد ذلك قامت بإجراءات للالتفاف ولتفريغ القرار من معناه وخرجت بقضية الهدنة لخمس ساعات، وكان هدف كل ما تفعله روسيا هو إخراج المقاتلين وإخراج المجاهدين من الغوطة وتكرار سيناريو حلب بطريقة يعني أبشع. على كل الأحوال نحن أمام نفاق دولي، عندما تحال القرارات والدول تلجأ إلى مجلس الأمن هم يعلمون أن هناك فيتو روسي، وبالتالي هذا نفاق، ويتكلمون أو يلمحون بالإجراءات الوحادية أو خارج مجلس الأمن ولكنهم لا يفعلون شيئا. نعم، يعني دكتور أسامة، مجلس الأمن الليلة يعقد جلسة لبحث فشل هدنة الغوطة بطلب فرنسي بريطاني، ما الذي من الممكن أن يخرج عن هذه الجلسة من قرارات؟ هل سنشهد فيتو روسيا أيضا؟ لأن أنا أتكلم بوضوح، كل ما تفعله الدول عن طريق مجلس الأمن هو نفاق، لأنهم يعلمون أن هناك فيتو روسي وأن هناك يعني إرادة روسية بالحسم العسكري ضد الثورة السورية، وهم يقولون ذلك بوضوح شديد. العملية السياسية هي عبارة عن إعادة المناطق التي لا يسيطر عليها النظام إلى سيطرة النظام، الكلام واضح للغاية. لذلك كل من جلس مع الروس هو مجرم، يعني في النهاية اليوم الجميع فضح، كل من جلس مع الروس أعطى صفة الضامن والوسيط للروس هو مجرم، الآن مجرم يعني شريك في دم أهل الغوطة. وأنا أقول لكم بوضوح شديد جدا، لعلكم يعني تابعتم أو لم تتابعوا، أن طينة أهل الغوطة طبيعتهم هذا التجمع هناك هو سيرة أهل الأرض، يعني هذا الكلام ليس دعاية، إنما هؤلاء عزلوا وعزلوا أنفسهم عن النظام وعن مؤسسات النظام الفاسدة التربوية وغير التربوية وربوا أنفسهم. اليوم لدينا جيل ولدينا مجموعة حوصرت من 6 سنوات واستطاعت الصمود، وهؤلاء من طينة خاصة، هؤلاء فعلا لديهم قيم الحرية والتمسك بدينهم إلى درجة مدهشة. نسمع يعني الشيء المدهش من هؤلاء، لذلك هؤلاء كوجود فيزيائي يعني هم مستقبل سوريا، وإذا يعني أبيد هؤلاء كما يريد العدو أن يفعل بهم الإبادة، يعني لقد أبدنا مستقبل سوريا. لا نتكلم عن سوريا الحالية، سوريا اليوم أبيدة، لكن نتكلم عن المستقبل. بالحديث عن ما يقوم به أهل الغوطة في الغوطة الشرقية وأيضا ما تحدثت عنه دكتور عن نفاق دولي فيما يخص القضية السورية وتحديدا قضية الغوطة، برأيك ما هو مستقبل الغوطة القريب المنظور؟ نحن عندنا متابعات خاصة مع أهل الغوطة، لكن لا أريد أن أدخل الأمنية في التحليل. قد يكون النظام قد تقدم في مناطق فارغة لأن هناك مسح جوي بالقصف لعدة مرات على مناطق مفتوحة، ولكن أنا أقول لك الحاضنة الشعبية المدنيون يضغطون على كل الفصائل وعلى المقاتلين أن يصمدوا، والصمود في أوله، يعني أنا أقول لك الصمود في أوله، رغم تقدم النظام الصمود مستمر وهو في أوله وسيستمرون. لدينا سوريين جدد هناك يختلفون عن كل الشعب السوري، وهؤلاء ليسوا من الشعب السوري أصلا، هم سوريون جدد. قلت لك اللقطة التي أنا أؤكد عليها أنهم ربوا أنفسهم، ربوا أطفالهم بمعزل عن فساد النظام وعن خبث النظام في كل المؤسسات. لذلك هؤلاء سيصمدون وسترون منهم العجب، وقد أروا العدو العجب، القتلى الذين لا يستطيع النظام أن يخفي أعدادهم من ضباط، يعني أعداد هائلة جدا إذا قسنا الإمكانيات وقدرات الطرفين، فنحن هناك تسجل المعجزات، وتأييد الله تبارك وتعالى موجود، وهذا الصمود مستمر بلا شك مستمر، رغم الحملة الإعلامية يعني المسعورة ضد أهل الغوطة. نعم الدكتور أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.